كنا نصلي والله أذكرها، كانت ليلة تقريبا 18 رمضان أو 19 رمضان 1991، يعني تقريبا 1411. خلص الثمان ركعات التراويح، التفت علي كان يقول لي يلا محمد صلي الشفع الوتر. أنا انصدمت، واللي جنبي أيضا يعني يقولوا لنا محمد يصلي ولا قصدك المؤذن؟ قال لا محمد خلي يصلي. مسجد منطقة السرة، مسجد مريم شاهين الغانم رحمة الله عليها، هي بنتها ب 1977. فأنا على طول استانست أني أنا بالعكس بصلي، وأنا سبحان الله يعني طبعا بعد ما حفظت جزء عمه وحفظت سورة يوسف كنت طبعا أستمع لقراء وأحفظ من أدعيتهم، ويعني لهم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في تكوين قراءة محمد المراك، وهم الشيخ الله يحفظهم ويبارك فيهم محمد المحيسني، الشيخ أحمد العجمي، وخالد القحطاني. فتكونت عندي بعض القراءات لهؤلاء المشايخ، فأنا كنت جاهز، حتى أنا كنت أدعيتهم كنت حافظها، يعني بعض الأدعية كنت حافظها بالضبط مثل ما يقولونها مثل كذا. فصليت الشفع، كنت حافظ سورة الأعلى وسورة الكافرون، وصليت الوتر، والله فتح علي ذاك اليوم في الدعاء. فاستانسوا المصلين، كانوا تقريبا سطرين وسطرين ونص، والشيبان واللي موجودين ما شاء الله الله يبارك لك، ليش ما تصلي انت ويا الدكتور محمد النفيسي؟ هو اللي قدم لي الصلاة الله يذكره بالخير. فبالعكس الدكتور محمد استانس ورحب. فسبحان الله صارت ايضا اليوم الثاني قدم لي الشفع الوتر. بعدين صارت اللي هو صلاة القيام ليلة 20 و21 و22، والحمد لله كنت أيضا أصلي الشفع والوتر فقط، ما كنت أصلي الصلوات العادية.